RCC يعلن إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجاً حياة كريمة. قتلى وجرحى في هجومين للحوثيين على مراكز أمنية بعدن. واشنطن تجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية 90 يوماً. نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، والبداية من المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا حياة كريمة. وفي ختام المؤتمر الوطني السابع للشباب، وجه السيسي الحكومة بتحقيق التكامل بين مبادرة حياة كريمة الاستراتيجية الوطنية وذلك القضاء على الفقر في مصر. كما كلف الحكومة ببدء المشروع القومي للتحول الرقمي. إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا حياة كريمة. وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، ومن خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد. وجه الرئيس السيسي بتحويل نموذج محاكاة الدولة إلى حالة حوارية دائمة وتشكيل مجموعة عمل شبابية معاونة لأجهزة الدولة ومؤسساتها تحت إشراف رئاسة الوزراء. تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والسياسيين وشباب الباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني. ثانياً، تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، على أن تبدأ بالعمل فورا تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية. وكلف رئيس السيسي مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع قوانين المحليات ومجلس الشيوخ وتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب لافتتاح مقر لها في العاصمة الإدارية. تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور لقانوني المحليات ومجلس الشيوخ للتقدم بهما إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، مع البدء الفوري في تأهيل وتدريب الشباب على العمل المحلي والسياسي، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري. سابعاً، تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بالدولة للبدء في تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي بشكل فوري. ثامناً، تكليف الحكومة وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد رئيس السيسي أن سياسة الارتقاء بالقرى الأكثر احتياجا تعتمد على توفير وتحديث الخدمات الأساسية بها. وكشف الرئيس خلال المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب عن أنه يتم العمل حاليا على تطوير 277 قرية بتكلفة 13 مليار جنيه. لو أنت النهاردة عايز تعمل برنامج لكل القرى عشان تدخل لها صرف صحي ومية، لما احنا بنتكلم هنا على حاجة كمان، بنتكلم على ان انت بتنظر للبيوت وبتنظر لشكل الحياة اللي موجودة وبتغيره. فالارقام المطلوبة اذا كنا بنتكلم في 277، الرقم اللي اتطرح في الاول كان رقم كان يعني كان اقل من 13، وبعدين قلنا طب دققوا التكلفة، انا شايف ان الرقم ده يعني مش متواضع، ولما دقانا وصلنا ل 11 و 12 و 13 مليار جنيه. كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الشباب المتميز في مختلف المجالات، كما كرم الرئيس المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، وذلك بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بإسبانيا. كل خطوة بمصر، ومهما كان انتي مصر، وكل خطوة بمصر عايش مصر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة ستتقدم في الدورة القادمة للبرلمان بقانون الانتخابات المحلية، كذلك خلال جلسة اسأل الرئيس، حيث شدد الرئيس على أهمية دور المحليات لمراقبة أداء الحكومة، معربا عن أمله في أن تتم انتخابات المحليات بنهاية العام الجاري، وألا تقل نسبة مشاركة الشباب عن 25%. الدستور 14 قال يعني ان احنا في خلال 5 سنوات لازم نكون تقريبا 2014، لازم نكون خلصنا بشكل متدرج هذا الموضوع. وانت سمعتني وانا بتكلم دكتور علي في هذا الموضوع، وبقول ان احنا متأخرين، وكنا بنتمنى ان الكلام ده نعمله خلال السنتين اللي فاتوا. لكن اللي انا اقدر اقول ان احنا من المفترض ان احنا الحكومه تتقدم بالقانون في الدوره او الدوره القادمه للبرلمان، وبالتالي يخرج القانون اللي هينظم العمل طبقا للدستور الجديد، ثم تعقد الانتخابات المحليه. اللي انا بتمنى ان احنا يعني احنا بنتكلم في اكتر من 54 ألف تقريبا، يعني احنا بنتمنى ان النسبة الكبيرة من الشباب والشابات يبقوا موجودين ممثلين ناجحين بشكل كبير في الانتخابات القادمة، اكتر حتى من 25% اللي احنا بنتكلم فيها. أكد الرئيس السيسي أن اكتشافات الغاز في مصر حققت الاكتفاء الذاتي وجعلت لدينا فائض للتصدير، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود مع قبرص والسعودية وفر فرصا واعدة لمصر. مصر الحقيقة بعد اكتشاف حقل زهر، وبرضه وزير البترول الموجود أنا شايفه، إحنا عملنا في الدلتا حوالي 82 اكتشاف، مش بنفس مستوى زهر كده، مش كده؟ يعني إن شاء الله. فانا عايز اقول ايه، احنا اتفضل استريح اتفضل استريح. فاحنا حققنا خلال الفتره اللي فاتت دي حاجه مش بنفس مستوى ظهر، يمكن اخر مره كان بيتكلموا على 100 مليون قدم، مش كده؟ 100 مليون قدم
فاتفضل دكتور طارق. فالاكتشافات دي حطت مصر اولا حققت الاكتفاء الذاتي لينا، كل المطالب الصناعه واستخدامات الغاز اللي احنا محتاجينها اتوفرت، ثم بقى لدينا فائض ممكن ان احنا نصدره. ولكن انت هذا الامر امر استراتيجي، الدول الكبرى والدول المعنيه بالصناعه ديت يعني ممكن تتسارع عليه يعني. فاحنا بالمنتدى اللي احنا بقى مقره مصر هنا متحركين في الاتجاه السليم. طيب ترسيم الحدود اللي احنا عملناه مع قبرص كان فرصه لنا لا شك، ترسيم الحدود مع المملكه العربيه السعوديه يوفر لنا فرصه ثانيه لا شك. ليه؟ النهارده مناطق جديده لم تكن يمكن لك ان تقوم بالاستكشاف فيها او التنقيب فيها بقت متاحه، وبالتالي فرص انك انت تجد يعني حقول اخرى، اكتشافات اخرى تضيف الى رصيدك، وكل ما رصيدك يزيد تبقى عندك قدره على انك انت وبرضه بالتعاون مع دول المنتدى نستطيع ان احنا نتعاون لتعظيم ما لدينا سواء كان قدرات غاز انتاج او المنشآت اللي موجوده عندنا. أكد رئيس سي أن الدولة المصرية تعمل على إحداث نهضة فنية وثقافية معاصرة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من أكبر مدينة للثقافة والفنون في العام منتصف 2020 في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لمدينة فنون وثقافة أخرى في العالمين الجديدة لإطلاق سبل إتاحة الإبداع الفني للجميع. احنا بنعمل حجم من المنشآت يمكن حد يصنفها على انها ثقافيه يعني، زي مدينه الثقافه والفنون اللي موجوده هنا في العاصمه اللي ممكن تخلص على نهايه السنه دي او بالكثير على الشهرين او نص السنه اللي جايه. ونفس نسخه مصغره منها موجوده في العالمين. الى جانب مجموعه من المتاحف الكبيره اللي بيتم زي المتحف الكبير ومتحف الحضاره ومتاحف اخرى هيتم افتتاحها. انا عايز اقول خلال السنتين ثلاثه اللي جايين فيما يخص الشق الثقافي والفكري والانساني في مصر، مش بس على قد الاعلام، احنا هتجدوا ان احنا متحركين فيه بشكل قوي. مش هقول يساعدكم، لكن احنا بناخد بالاسباب اللي تؤدي الى ان احنا نعمل نقله حقيقيه زي ما احنا بنسعى في كل الملفات او القطاعات في الفتره في السنتين ثلاثه اللي جايين ان شاء الله. اكد رئيس السي الحرص على ان يتم عقد المؤتمر الدوري للشباب بكل شهرين الى ثلاثه اشهر، موضحا ان رئاسه مصر للاتحاد الافريقي حالت دون تحقيق ذلك. واشاد الرئيس على انه بدايه من العام المقبل سيتم عقد مؤتمرات للشباب بصفه دوريه. خليني ابدا الكلام بان انا اوجه لكل المصريين اللي هم موجودين دلوقتي معانا وبيشاهدونا تحية وتقدير واحترام كبير قوي. وخليني اقول لهم ان المؤتمر كفكرة وكمنصة للتواصل مع المصريين ومع الشباب بشكل كبير كان مقرر لها انها تاخد يعني كنا حريصين على ان احنا نقول على الاقل من شهرين لثلاث شهور ان احنا يعني نعقد مؤتمر زي اللي احنا موجودين فيه. لكن الحقيقه يعني الالتزامات اللي موجوده ويمكن بالذات في عام 2019 حجم الانشطه اللي الدوله مسؤوله عنها بما فيها رئاسه مصر للاتحاد الافريقي ما خلتناش نقدر نعمل ده طبقا للتخطيط يعني. لكن اتصور ان احنا بعد هذا العام يعني هنقدر نرجع لمعدلات اكتر من المعدلات اللي احنا نفذناها السنه دي. ووجه الرئيس السيسي الشكر لجميع الجماهير والقائمين على تنظيم كأس الأمم الإفريقية، مؤكدا ان عودة الجماهير للملاعب اصبحت اكثر يسرا بعد البطولة. احنا استفدنا كتير قوي بالتنظيم الأولمبياد يعني استفدنا كتير قوي. وخليني اوجه الشكر الحقيقه لكل القائمين على
التنظيم وحتى على الجماهير المصرية خلال عقد المسابقة يعني أو الفعاليات اللي تم. نعم. يعني زي ما انتوا شفتوا كده كان الأمر أكتر من رائع والتنظيم هايل، وإحنا استفدنا بالبنية اللي إحنا عملناها زي موضوع تذكرتي ده، وبالتالي النهاردة فرصة عودة الجماهير بشكل منضبط إلى المباريات بأمر أيسر كتير من الأول. وكان عندنا تحدي ودائما نقول طب نعمل إيه عشان نرجعهم دون أن يؤدي ذلك إلى خلل أمني. يعني أنا أتصور أن إحنا بالجهد اللي إحنا عملناه في التنظيم ده وبالمنظومة اللي إحنا عملناها الأمنية في الاستادات اللي قامت عليها المباريات ديت، وحتى القدرة التكنولوجية اللي توفرت ودعمت يعني الموقف الأمني لضبط وكل دول بتعمل كده يعني عشان ما حدش بس يفتكر ان ده مرتبط بالجمهور المصري. يعني انا اتصور ان احنا كحضور كعودة الجماهير للمباريات وللمشاهدة مرة تانية بقى اصبح اكثر يسرا عما كان. وبرضو هقول عشان ما حدش يحملني الامر، برضو الامر متروك دايما لوزارة الشباب والاجهزة الامنية في تحديد الوقت المناسب. أعلن دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم نتائج المؤشر العالمي للفتوى للنصفي الأول من العام الحالي، وذلك من خلال تحليل الفتاوى التي رصدتها من 33 دولة على مستوى العالم. المزيد في سياق هذا التقرير. في إطار اهتمام الدولة بإصدار فتاوى رسمية، أعلنت دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم نتائج المؤشر العالمي للفتوى للنصف الأول من العام الحالي، وذلك من خلال تحليل الفتاوى التي رصدتها من 33 دولة على مستوى العالم. المؤشر العالمي للفتوى هو آلية بحثية رصدية أصدرتها دار الإفتاء المصرية في أكتوبر 2018، هدفها رصد الخريطة الإفتائية على مستوى العالم، تحليل الفتاوى من خلال السياقات الجغرافية المختلفة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. بنحاول نربط ما بين الفتوى والأحداث المحيطة بها ونحلل المنتج الإفتائي كأهم آليات الخطاب الديني اللي بتؤثر في صناعة بعض الأحداث أو بتفعلها بعض الأحداث أو بكون سبب في إنتاج الفتاوى. يعد هذا المؤشر آلية رصدية بدأتها دار الإفتاء المصرية العام الماضي من أجل رصد الفتاوى في جميع أنحاء العالم، كما أنه يحلل الظواهر المرتبطة بالفتاوى وكيف تؤثر في النطاقات الجغرافية المختلفة. نحن في دار الإفتاء المصرية حريصين كل الحرص على تتبع المتغيرات العالمية التي تحدث في عالمنا، لأن الفتوى مرتبطة بالواقع. الفتوى ليست حكما نأخذه من كتب ألفت منذ مئات السنين، لا، الفتوى جزء مهم من الفتوى هو ارتباطها بالمتغيرات سواء كانت الزمنية أو المكانية أو متعلقة بالأحوال أو الأشخاص. ونحن نعيش الآن ثورة في الاتصالات والمواصلات ألقت بظلالها الكثير على كل معطيات الحياة. قد تحدث بعض الفتاوى اضطرابات سياسية ومذهبية، وقد توظفها بعض الجماعات الإرهابية لخدمة أغراضها، ما جعل هذه الآلية هامة لربط شباب الدولة بمؤسساتها حتى لا يستطيع أحد التلاعب بعقولهم. قتل وأصيب العشرة في هجومين لميليشيا الحوثي الإرهابية بمدينة عدن اليمنية. وقالت مصادر يمنية أن الهجوم الأول استهدف عرضا عسكريا بمعسكر الجلاء والتابع للقوات اليمنية بواسطة صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي، في حين وقع الهجوم الثاني على مركز للشرطة، حيث أسفر الهجوم عن مقتل قائد عسكري بالإضافة إلى عناصر من الشرطة والمدنيين.
تعقد اليوم لجنة الحوار والوساطة الجزائرية اجتماعها الثاني سعيا للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وأكد منسق اللجنة كريم يونس أن العديد من الشخصيات الوطنية استجابت للدعوة التي وجهتها اللجنة، كما جدد موقف اللجنة الداعي إلى تجسيد إجراءات التهدئة خلال هذا الأسبوع كشرط أولي لبداية الحوار. يذكر أن لجنة الحوار عقدت الأحد الماضي اجتماعها الأول ووجهت دعوة ل 23 شخصية للانضمام إليها، وذلك بهدف إنجاح مسار الحوار الوطني. صدق رئيس تونسيا المؤقت محمد الناصر على أمر رئاسي بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية. هذا ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية بالمضي في الإجراءات القانونية على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمقبولين في نهاية شهر أغسطس. قال حزب تحية تونس أنه سيرشح زعيمه يوسف الشاهد رئيس الوزراء الحالي للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرر إجراؤها في 15 من سبتمبر عقب وفاة رئيس الباجي قايد السبسي الأسبوع الماضي. ووضعت تونس جدولا زمنيا لاختيار خليفة للرئيس الراحل في الانتخابات، وذلك بعد أن أدى محمد الناصر رئيس البرلمان القسم رئيسا مؤقتا للبلاد حتى موعد إجراء الانتخابات. أعلن المجلس الانتقالي والعسكري السوداني فصل 7 من القوات التي أطلقت الرصاص على الطلاب المتظاهرين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وتسليمهم للنيابة. وقال المجلس في بيان أن تجمع المهنيين السودانيين أجبر الطلاب على الخروج في المظاهرات، وأشد على أن الأجهزة الأمنية رصدت المحرضين وستتم ملاحقتهم قضائيا. أكد الوسيط الإفريقي في السودان محمد الحسن ولد البات أن جلسة المفاوضات ما بين المجلس الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير المقرر عقدها اليوم ستكون حاسمة بشأن الإعلان الدستوري. وقال ولد البات في مؤتمر صحفي أن لجنة قانونية مشتركة على وشك إتمام العمل على الوثيقة، وأضاف أن المصادقة على الوثيقتين السياسية والدستورية سيفتح الباب أمام تشكيل حكومة مدنية. سجل الاقتصاد التركي انهيارا جديدا في صافى ارباح القطاع المصرفي بعدما انخفض على اساس سنوي بنسبه 14.6% فضلا عن هبوط مؤشر الثقه في الاقتصاد التركي لادنى مستوياته. يعد عام 2019 هو الأسوأ في تاريخ الاقتصاد التركي بعد موجه من الخسائر الفادحه وانخفاض قيمه الليره وارتفاع نسبة التضخم لمستويات قياسية. هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية كشفت عن انخفاض صافي أرباح القطاع المصرفي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 بنسبة 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، كما زاد إجمالي قيمة القروض بنسبة 8% ليسجل 1.054 تريليون ليرة. البيانات أظهرت أيضا هبوط مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي إلى أدنى مستوياته متأثرا بالضغوط التي تعاني منها مختلف القطاعات نتيجة أزمة انهيار العملة المحلية التي تراجعت منذ بداية 2019 بنسبة 15% من قيمتها. وفي الوقت الذي استهدفت الحكومة التركية تحقيق فائض في الميزانية بنهاية العام المالي الماضي،
يشير أداء النصف الأول من عام 2019 إلى عجز هائل بلغ نحو 5 مليارات دولار بسبب انكماش الطلب المحلي وزيادة الإنفاق الحكومي. هكذا دخل الاقتصاد التركي في حالة ركود، بينما تغيب الحلول والخطط المحكمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وارتفع حجم المخاطر في إدارة الديون الخارجية حسب ما أشارت كبريات المؤسسات الاقتصادية الدولية. قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون إن الولايات المتحدة ستجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية، وذلك لمدة 90 يوما، ويسمح القرار لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وتشمل العقوبات تجميد أي أصول أو أموال ربما يملكها في الولايات المتحدة أو تلك التي تخضع لسيطرة كيانات وأفراد أمريكيين، وذلك بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية جواد ظريف تؤكد عجزها في مواجهة إيران. يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه ظريف في تغريدة له على تويتر إلى أن العقوبات الأمريكية ليست لها تأثير عليه أو على عائلته، حيث لا توجد لهم ممتلكات أو مصالح خارج إيران، مقدما الشكر لواشنطن على اعتبارها له أنه يمثل تهديدا كبيرا. ختم هذه النشرة والآن تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يعلن إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا حياة كريمة. قتلى وجرحى في هجومين للحوثيين على مراكز أمنية بعدن. واشنطن تجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية 90 يوما. انتهت النشرة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.